بسم الله قاعد هناك ده سمير. سمير؟ سمير فين؟ قاعد في الترابيزه اللي فيها المعلمين. فين الترابيزه؟ اللي قاعد هناك ده وعامل نفسه كباره ولابس لي بدله. شيخ ولا انت فاكره لسه زي زمان مقتب كده؟ هو ده كان زمان بيبص في الارض ما يقدرش يبص في عينك، لانك كنت فاكره بيعمل كده من كتر الكسول. يتكسب؟ اه ده كان سهتان. سهتان؟ ايوه. اهي اهي تعالي بصي بصي بصي. ايه؟ اهي دي بقى اللي تقولي عليها غلبان، عارفه مين دي؟ مين؟ دي نوال مراته. اهي اهي اللي لابسه قميص احمر دي. اه دي بقى اللي تقولي عليها غلبان. انت ما تعرفهاش يا سميحة؟ لا هما اتجوزوا بعد ما احنا سافرنا بسنتين ثلاثة. اه اتجوزوا بفلوس شقتك. ايه؟ سميحة انا مش عايزة اتكلم، انا معبية جوايا كتير. مين اللي معبي؟ انا اللي معبية. ردي عليا. لا لا انا 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 حلفت، انا حلفت مية يمين مش هتكلم. وحياة اللي بينا لازم تقولي لي. يا سميحة يا سميحة لا انشراح ازعل منك، والله العظيم ازعل منك. سميحة ازعل منك لان في اي مال. طيب تعالي تعالي من هناك لحسن الكلام بيتباعها. لا ما كنتش احلف لك يا ماما. ها احمدي نفسك وترقصي. ايوه اهو ارقص. هقول لك قولي قولي. محدش سامع. الحاجه فيها هنا اربع شقق وعندها كام مركب وعندها ورشه تصليح مراكب بذمتك، وعندها كمان مصنعين موبيليا ومعرض الموبيليا. من امتى الكلام ده؟ فاكره البنزينتين اللي كانوا عندها؟ طبعا فاكراهم. ابو عبد بقى قال لها بعيهم. اه وخلاها بقى تجيب الفلوس وتعمل مشاريع هنا علشان تكسب فلوس حلوه. اه بس عشان كده انا بستغرب، قلت طنط سوسو هتيجي تعمل ايه فرح بنت ابو عبد؟ ما هو ابو عبد هو اللي ماسك كمان شغلها هنا. طب وايه دخل سمير في الموضوع؟ وانا ما قلتلكيش. لا ما قلتليش. سمير هو اللي كان ماسك شغلها. اه وبعدين؟ وبعدين شكت في انه سرقها. تعالي كده. شكت في انه سرقها؟ ايوه. وبعدين جابت المحاسب لمت الورق كله وخلت ابو عبده بقى هو اللي يمسك شغلها. يعني هي ماشيه بالمحاسب وابو عبده؟ لا يا اختي، خلت ابو عبده يبعت لها فلوسها على البنك. اوكي. وخلت المحاسب يجي بقى ويشوف الحاجات. الله. طب يعني سمير دلوقتي بيعمل معاها ايه؟ ولا بقى طرطور خالص. ده طلع ميه من تحت تبقى والحاجه مش ساكنه. طب وانت عرفتي الكلام ده كله منين؟ ها؟ منين؟ لا يا سميحة لا 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 انا خلاص مش هقدر احكي بعد كده. بقول لك ايه؟ هتحكي لي يعني هتحكي لي؟ لا يا سميحة. بقول لك ايه؟ هحلفك بالفار اللي في الصنداره. حلفيني بالفار الخالي. اه يلا قولي. ايه؟ العروسه. ازاي؟ العروسه هي اللي قالت لي. ازاي؟ ما هي بنت عبده وابو عبده حكى لامها قدامها وخرج كل الكلام ده وانا بظبط لها الفستان بتاع الفرح. الخبر؟ اه يعني ممكن سمير يكون باع الشقه بتاعتي بجد؟ ممكن ايه؟ انت لسه بتممكنيها يا سميحه؟ أمي. يا سميحه يا سميحه اتجننيني يا سميحه. بس خلطم بالصوت الحياني يا سميحه. اخرسي اخرسي. سميحه احنا فرح سميحه. خلصي. هش هش هش.